أعطي المجال إن شاء الله لحضراتكم للحديث أكثر في هذا الموضوع، لكن دعونا نذهب الآن لنطمئن ونعرف آخر المستجدات المتعلقة بالأسيرة الصحفية رشا حرز الله مع شقيقها السيد أسامة عبر الخط الهاتفي. يسعد صباحك أسامة. صباحكم. أهلا وسهلا. يعني بداية الفرج القريب والعاجل للزميلة رشا، وفعليا اعتقلت لساعات ومن ثم لأيام وليمدد اعتقالها حتى شهر آب. احكي لنا أكثر إيش اللي صار مع رشا أسامة. إيه صباح الخير في لكم جميعا. صباح الخير. في الثاني من حزيران تم استدعاها للمركز توقيف حوارة، ثم تم تحويلها 72 ساعة على ذمة التوقيف. تم تجديد كمان 5 أيام ثم 14 يوم لغاية أول بارح، اللي تم تجديد التوقيف حتى 11 آب أغسطس القادم بدعوى التحريض الإعلامي. نعم نعم. هل في أي اتصال وتواصل بينكم أسامة وبين رشا، أو حتى المحامي ربما إن سمح يعني له بالاتصال والتواصل مع رشا، معرفة أخبارها، معرفة وضعها؟ لا والله حتى اللحظة ما في أي تواصل ولا اتصال ولا لدينا أي معرفة، ولا حتى من خلال المحامي. لأنه الكل بيعرف، الكل بيعرف أن الوضع صعب جدا داخل السجون. نعم نعم. في أي سجون تتواجد رشا حاليا إن كانت لديكم معرفة؟ في سجن الدامون. في سجن الدامون، وبالتأكيد يعني واقع الأسرة نحن نعلم صعوبة هذا الواقع للأسف الشديد، وفي ظل انقطاع الاتصال والتواصل معهم هذا يزيد الأمر قلقا وصعوبة بالنسبة لكم كأهالي. يعني رشا على معلومة هو أشبه بالمستحيل أنك أنت تعرف أي معلومة إلا إذا كان تم الإفراج عن أحد الأسرة الموجودين يعني من داخل السجن، لكن هو فعليا من الرابع من حزيران احنا ما نعرفش عنها نهائيا اي شيء باستثناء زيارة محامي لم تتجاوز ال4 دقائق. ما يقدر يحصل على اي معلومة يعني او يقدر يستفسر عن الوضع كامل، ايش اللي صار معها وايش اللي كيف طبيعة المكان اللي قاعدين فيه او ايش بتقدم لهم، ايش نواقص عليهم، هذا الحكي احنا ما بنعرف عنه ولا اي شيء حتى اللحظه يعني. بالتاكيد، وهذا اللي احنا ذكرناه انه بالفعل بيزيد الوضع صعوبه وقلق، وبالنسبه للعائله بتضلها بالها مشغول وانه شو بالضبط مصير ابنائهم وبناتهم داخل السجون في ظل كذلك عمليات التنكيل اللي بيقوم ما تسمى بها اداره سجون الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات. إجمالا يعني الزميلة رشا فعليا من المتوقع 11 من شهر آب القادم، يعني أعلمتم بأنه هل راح يتم الحديث عن إفراج أم عن حكم أم عن ماذا، أم لا فكرة لديكم؟ في جلسة المحكمة اللي كانت قبل يومين يعني فعليا كانت مدة المحاكمة 90 ثانية. يعني لم تتجاوز دقيقتين يعني حسب ما أخبرني به المحامي. ما نقدر نتوقع إيش راح يكون الحكم أو إيش راح يكون طبيعة الإفراج. نسأل الله الفرج لها ولجميع الأسرى مش بس هي كمان. آمين. لكن أنت بتتعامل، إحنا بنتعامل مع احتلال بغيض يعني هدفه الانتقام أو تركيع الناس يعني، لكن ما بنقدر نتوقع أنه يتم الإفراج عنها أو أنه الحكومة يعني ما عندنا أي معلومة نقدر نخرجها للإعلام أو نحكي لكم إياها يعني. نعم نعم بالتأكيد. يعني فعليا لا ننسى أن نذكر السادة المشاهدين أسامة وكذلك المشاهدات أن رشا فعليا لم تستطع ولن تستطيع، يعني كلنا كعائلات وأهالي من لديهم شهداء من لديهم أسرى لا نستطيع التشافي والشفاء من ألم الفقدان فعليا، لأننا يعني نفقد أعزاء، نبتعد ونفترق عن
الأعزاء، وبالتالي هي كانت في يعني صدمة حقيقية من ما بعد فراق شهيدكم البطل الرحمة كل الرحمة بالتأكيد لروحه، وكان هذا له أثر كبير على رشا وعلى تأثرها أسامة، ليس كذلك؟ بشكل عام كعائلة طبعا أكيد احنا تأثرنا في فقدان شقيقي في 23 نوفمبر الماضي. صحيح. ولكن مشيئة الله يعني. واحنا يعني احتلال ايش بده يطلع منه يعني؟ البشاعة للأسف والقضايا من هذا. ايش بده يطلع من احتلال يعني؟ ايش احتلال يعني؟ هدفه الانتقام يعني، هدفه يعني بس انه يعني محاولة تركيع الناس، ولكن احنا اصحاب حق يعني في هاي الارض. وإحنا إن شاء الله في الأيام القادمة سنكون وإياكم ولربما نبشر بإذنه تعالى بالإفراج العاجل عن الزميلة رشا حرز الله الصحفية بالتأكيد التي اعتقلت في شهر حزيران مع بداية الشهر، وتم تمديد اعتقالها من ساعات لأيام، ومن ثم حتى شهر آب القادم الفرج القريب لها. أشكرك أسامة شقيق الأسيرة الصحفية رشا حرز الله، شكرا جزيلا الشكر لك. شكرا على هذه المداخلة، ونواصل مع حضراتكم في مشوارنا وضمن كذلك صباح